انتهت الانتخابات البرلمانية المصرية، برلمان مصر 2015، وبمجرد انتهاء البرلمانات ابتدت التكتلات تظهر وتختفي، يعني تكتلات تبتدي تظهر زي تكتل دعم الدولة. والنهاردة قرينا في الجرايد زي ما شفنا فقرة الصحافة الصبح تكتل أو تحالف دعم الدولة ينهار، يعني انسحب منه أكتر من مجموعة وحزب، منهم حزب المصريين الأحرار وحزب مستقبل وطن أيضا. إذا الصورة غير متضحة بعد. ما هو شكل البرلمان القادم أو توقعات بشكل البرلمان القادم، مشاركة المرأة، مشاركة الشباب، كل ده هنناقشه النهاردة مع صحفية الكاتبة الصحفية الأستاذة عزة الحسيني، رئيسة تحرير مجلة البيت. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. تعليق حضرتك على شكل البرلمان كده بصفة عامة أو الانتخابات البرلمانية المصرية. المؤكد أنه الانتخابات البرلمانية كانت نزيهة تماماً. المال السياسي لعب دور فيها، فيهاش كلام. في كتير من اللي بيقولوا عليهم فلول دخلوا. هل ده في صالح البرلمان ولا لا؟ هيبان، لانه كتير من اللي انتخبوا كانت الناس شايفه انهم لا، طب دول دخلوا ليه؟ طب دول ما دخلوش ليه؟ انما الحقيقه انهم دخلوا باختيار شعبي، ودي حاجه تستحق التوقف. طالما باختيار شعبي خلاص يبقى فيهاش مشكله. حكاية بقى المال السياسي انت مش عارف تثبتيه، فدي قصة تانية. هيبان أدائهم في البرلمان. الأهم أنه الحقيقة لأول مرة بنلاقي 89 سيدة دخلوا البرلمان. ده عدد كبير، لسه متوقعين أنه هيكون فيه بالتعيين. احنا كنا فين؟ أنا أعتقد هم 89 بالتعيين، يعني كانوا بيقولوا لي 73 اللي كسبوا أعتقد 80 كانوا كسبوا. لا لسه التعيين. لسه التعيين، ما احنا ما نعرفش التعيين هيبقى قد ايه، لسه مش عارفين التعيين قد ايه، كم سيده هيعينوا. انما الحقيقه مثلا في سواء على القوائم او فردي، وده شيء. طب ده مؤشره ايه يا استاذ ده عزة؟ مؤشره يعني احنا ده في حد ذاته انه يكسبوا لوحدهم كده من غير كوتا ولا حاجات من دي، ده يعني حدث تاريخي. يعني هل المجتمع بيتغير؟ المجتمع بيتغير، ودور المرأة بيبان أكتر من مكان، والناس بتقتنع بدورها أكتر من مكان. شخصيات محترمة كتير رشحت نفسها. دكتورة أمنة نصير. الدكتورة أمنة نصير من الشخصيات الرائعة اللي الناس كلها عارفاها. في شخصيات محترمة جدا رشحت نفسها والناس ادتهم أصواتهم. في عضو عندها 25 سنة. في عضو طيب ما هو برضو الشباب. فده كله في تغيير بيحصل في المجتمع ما نقدرش ننكره. انما ايه اللي هيحصل داخل قبه البرلمان هو ده اللي نستنى نشوفه. هل هيعملوا المتوقع منهم؟ زي ما احنا بنشوف في انهيارات دلوقتي في التكتلات. هل ده مؤشر انه احنا ما زلنا عندنا مشكله في الرئاسات؟ يعني ان ما كنتش انا الرئيس يبقى ما ينفعش، ان ما كنتش انا النائب ما ينفعش، مش قادرين يعني نتعامل مع بعض كجماعات. دي برضو حاجة يعني تستاهل التفكير. لا هل دي يعني مشكلتنا؟ هل دي برضو احنا مش عارفين ليه انسحبوا التكتلات دي، انسحبت ليه برضو ما نعرفش قوي. مفيش حاجة بتعلن. هو اللي اتقال انه في قائمة في حب مصر تحولت الى تحالف دعم الدولة المصرية، وابتدى احزاب من اللي كانت موجوده جوه التحالف ده الانتخابي تنفصل عنه، لان كان في تصريحات خارجه بتقول ان تحالف دعم الدوله المصريه سيدعم، هو موجود لدعم الرئيس، قرارات الرئيس بشكل مطلق. ده اللي اتقال على تحالف دعم الدوله. تحالف دعم الدوله وفي حب مصر. هو ده اللي اتقال من اول يوم. فكل اللي داخلين بهذا المفهوم. معلش، كل اللي داخلين كانوا داخلين بالمفهوم ده. كون دلوقتي بعد ما يدخلوا البرلمان يبتدوا بقى لا ده بينفصل وده بينفصل، ما هي دي برضو بنعيد تاني التصرفات اللي كانت حصلت في البرلمانات السابقة، انه الاول ينتخب فردي وبعدين يدخل الحزب الوطني ومش بس طبعا دي بصورة مختلفة. ليه؟ زي ما بقولك مفيش حاجة معلنة رسمي، مفيش حاجة بوضوح معلنة. في بيقولك بعض التصريحات من المسؤولين من لوسف اليزل، هل دي حقيقة ولا مش حقيقة؟ امبارح انا كنت سامع في كلام على حاجه زي دي، انه يعني هم في ضد بعض التصريحات اللي طلعت وبناء عليه هم انسحبوا. انه هو واخد زمام الامور بايده، ما انتش عارفه حاجه. هل المشكله انه احنا كنا بس عايزين ندخل البرلمان وبعد كده خلاص بننفصل وبنروح لتكاتفات تانية وتحالفات تانية؟ برضه محدش عارف. هيبان في
اول ما الجلسات تعقد ويبتدي يبان الاداء البرلماني، هل الاداء البرلماني على مستوى ولا لا، ونرجو انه يكون على مستوى لان انت في فتره حرجه جدا طبعا. وعيب قوي بعد ما انتخبنا وانتخابات كانت على مستوى وكانت نزيهه و انه ما يبقاش برلمان على مستوى. البرلمان كمان قدامه مسؤوليات كبيره جدا، سواء يعني مسؤوليات تشريعيه للتشريعات الدستور، سواء ملفات زي التعليم والصحه، يعني حاجه عبء كبير جدا جدا عليهم، عبء كبير جدا طبعا. يعني حضرتك بتتصوري ان التركيز في المرحله القادمه من قبل البرلمان هيكون على ايه؟ ايه اولوياته ممكن تكون؟ ما عنديش فكره ايه اولوياته. يعني هم بس ايه الاهم المجموعات من وجهه نظرك؟ من وجهه نظري طبعا التعليم، التعليم اهم حاجه، والصحه اهم حاجه. صح. التعليم والصحه هيقدروا يعملوا ايه؟ التشريعات هيتم ازاي؟ هيتوافقوا ولا مش هيتوافقوا؟ هنشوف ايه الاداء. وبعدين هل هم متصورين ان هم داخلين يقولوا امين على كل حاجه، ولا داخلين فعلا يناقشوا قوانين وتبقى مناقشات على مستوى ما يكونش فيها تلبيخ زي ما شفنا ايام برلمان الاخوان، ما يكونش يعني كل ده لسه. خلي بالك احنا دي خلطه جديده خالص خالص، بجو مختلف سياسي مختلف تماما. ما بقاش في حزب الرئيس، ايه التصور؟ هيعملوا ايه؟ هيتصور ده اختبار حقيقي. هينجحوا ولا مش هينجحوا؟ واتصور انه بناء على اداء النواب في البرلمان ده، ده هيتحدد عليه مصيرهم لاعوام قادمه. كان في كلام ان الجلسات البرلمان لن تذاع على التلفزيون، وبعدين جه كلام تاني قالوا انه الجلسات ستحتكر من قبل احدى القنوات الفضائيه، ياخدوها اكسكلوسيف يعني للعرض. ما يقدروش. تعليق حضرتك ايه على الكلام ده؟ غير صحيح، غير صحيح. التلفزيون المصري هو الوحيد اللي له الحق الحصري في ان هو يذيع الجلسات. وما تصورش ان هو مش هيذيع الجلسات، ده ضروره. بقى يعني كنا بنذيعه قبل كده والمره دي مش لا ما تصورش يعني، ما تتصوريش لا 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 لا, لا 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 لا. وزي ما قالوا انه في ده الجزيره عايزه تاخد يعني حصري اذاعه، طبعا كلام فارغ. او يعني حتى لو تصورت كده الجزيره يبقى كلام فارغ يعني، هو مين هيديها لها اصلا؟ ما هي دي يعني الفكره، ده يبقى كلام فارغ ملوش معنى. فانما ده بحكم الدستور هي القناه المصريه هي اللي هتذيع، وما تصورش انها مش هتذيع. يعني يبقى عيب علينا يعني. يبقى عيب علينا قوي، وعيب لو خدتها قنوات خاصه برضه. لا 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 ولا قنوات يعني، ليه قنوات خاصه؟ ليه قنوات يعني خاصه؟ عندك تلفزيون الدوله، ليه قنوات خاصه؟ ايه المناسبه يعني؟ يعني مش شايفه ان دي فيها ضروره، بالعكس دي تبقى يعني شيء سخيف يعني. وما تصورش انه هيحصل اطلاقا. ايه المطلوب في ملف المراه يا استاذ عز؟ يعني المراه بتطلب ايه من البرلمان القادم؟ المراه بتطالب بتشريعات تصون كرامتها. انت ما زلتي عندك تشريعات بخصوص الحضانه وبخصوص النفقه وبخصوص الزواج والطلاق وكل الحاجات اللي هي الاحوال الشخصيه. محتاج مراجعات في حاجات كثيره قوي قوي. محتاجين انصاف للمراه، محتاجين انصاف للمراه اللي بتطلق لما توصل ل 60 سنه ولا 65 سنه وتطرد في الشارع وما تلاقي لهاش مكان. محتاجين يبقى فيه تشريعات يعني كفيله بصيانه كرامه المراه دي. لان دي حالات موجوده عندنا في المجتمع وموجوده في كل المجتمعات. اكيد. فمحتاجين تشريعات للمراه، للطفل، لحق المرأة وحق الطفل، لاستقرار الأسرة. لأن هو ده يعني مما لا شك فيه هيساهم في استقرار الأسر، هيساهم في استقرار الأطفال، وهو ده أهم حاجة. عندك قوانين رؤية، عندك قوانين، كل قوانين الأحوال الشخصية محتاجة مراجعة. مشاركة المرأة في المناصب القيادية وفي المؤسسات عموما، هل هي مشاركة كافية؟ يعني هي مش مشاركه يعني كافيه غير الاعلام، عشان لا احنا مقصودين عليه دايما. لا هي مشاركه غير كافيه. بس احنا دلوقتي بنشوف وزيرات في قطاعات ما كناش بنشوفها قبل كده. فبتصور زي ما المره دي لقينا برلمانيات كتير دخلوا البرلمان بالانتخاب، هنلاقي مع الوقت. هي نفسنا نلاقي زي ما شفنا كندا وقعدنا نشير الصور، وزي فرنسا وقعدنا نشير الصور 50-50 يعني. الحكومه كانت شويه نص. هقول لحضرتك حاجه، عشان نوصل ل 50-50 لازم نرتقي بالتعليم في مصر. اذا ارتقيتي بالتعليم هترتقي بالعقليات،
ارتقيتي بالعقليات هتضمني كل حاجه بعد كده خلاص. هتبقى الحكايه مش محتاجه بقى نفضل نقول احنا عايزين المراه، لا المراه زياده، لا المراه قليل، لا خلاص اذا ارتقيتي بالعقليات والعقليات متفتحه كافيه ان انت بتختاري الانسب للمنصب خلاص. انت محتاجه بناء العقل المصري. خلي بالك ان حصل تجريف في التعليم على مدى 30 سنه ويمكن اكتر. صحيح. انت محتاجه تبني عقول مصريه، تبني اجيال جديده. ما تقوليش الاجيال اللي موجوده دلوقتي. انا اسفه، انا شايفه انه الاجيال اللي موجوده مش متوقع منها خير قوي. لانه من شب على شيء شب عليه. خلينا واقعيين، اللي اتربى على حاجه واللي نشا بمفهوم معين مش هيغيره. انت لقيتي حاجه غريبه في الفتره دي انه دور المراه المصريه بان قوي. ايوه. هبت ووقفت وتصدرت. ده ما كانش فعلا. بس هو هي دي المرأة المصرية. كنا قبل كده ما كناش واخدين بالنا، دي قصة تانية. إنما هي كده طول عمرها. هي في ثورة 19 كانت إيه؟ دي كانت بتقود كمان. طيب. يعني لما الرجالة يعني بتخستع في السكة. أيوة. كده بس هي دي المرأة المصرية طول عمرها. بس أنت طول الوقت في كتم على دورها. أيوة. دلوقتي ابتديتي شوية بالتعليم هتوصلي الأحسن. بالتعليم. انت مش هتوصلي لحاجه من غير تعليم. بتشوفي التعليم محتاج فلوس؟ يعني محتاج فلوس عشان تطوير المدارس وكده، ولا هو محتاج تغيير في الفلسفه نفسها بتاعه التعليم والمناهج؟ يعني تغيير فلسفه اختيار المدرس اصلا. طبعا. طبعا. لان بتختاري مدرس شكله ايه. خلي بالك الطفل الصغير ده هو اول ما بيدخل ده في يعني انت عندك دول بتهتم اشد الاهتمام بالمدرس الابتدائي. لو تفتكري وانا افتكر قد ايه مدرس الابتدائي او مدرسه الابتدائي كانت متاثر فيكي. صحيح. بتشوفيها صحيح. الصبح لما تشوفيها متوضبه تبقي بصلها وفرحانه، مثل اعلى، شايفاها زعلانه بتبقي زعلانه. يعني مش هو ده اللي كان بيحصل؟ فمدرس الابتدائي ده لازم الاهتمام بيه على اعلى مستوى، لان هو ده النشء بقى. ده اللي بتغرسيه في الولاد. إذا بتغرسي فيهم بقى السلطوية والقسوة والسخافة والجهل والكلام البذيء، أو زي ما بنسمع دلوقتي في، يعني إحنا بنسمع دلوقتي إنه مدرسين بيتلفظوا بألفاظ ما حدش كان يتخيل إنها يتلفظ بها إطلاقا في مدارس. وفي طلبة بتتعدى على مدرسين. مش معلماهم. يعني مفيش احترام حتى لل أنت مش معلماهم. للقيم. وبعدين في حاجة مهمة جدا مطلوب برضو من الإعلام، فين دور الإعلام في إنه يرسخ دور المدرس؟ أنت عاملة المدرس سخرية. أنت بتسخري منه في كل البرامج وفي كل المسلسلات وفي كل الأفلام. هتوصلي لإيه في الآخر؟ زي ما هقول لحضرتك حاجة، من أسباب تراجع المرأة المصرية، أنا بقول المصرية بالذات، لا هي مش متراجعة، أنا لا لا أنا هقول لك حاجة بختلف. لا النظرة ليها متراجعة. ليه؟ أنت عندك كل الأفلام والمسلسلات بتبين المرأة المصرية ايه؟ بتبينها اللي هي اللي بتنزل وبتشتغل وبتكافح وبتقف جنب جوزها وبتربي عيالها. هي دي المرأة المصرية اللي انت بتشوفيها، ولا بتشوفي نوعيات تانية محدودة جدا في المجتمع المصري وهم دول اللي بيحطوهم على الشاشة. بتسمعي ألفاظ عمرك ما كنت بتسمعيها. صحيح؟ يمكن في سينما التسعينات كان الشكل ده اكتر، يعني كان فعلا بتبين المرأة اللعوبة. معلش معلش وما زلنا، لكن شفنا المكافحة بقى بعض الأفلام اللي هي الجادة. ما زلنا لا 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 انا بختلف معاكي، لان احنا ما زلنا بنشوف الجمازة دي. ما زلنا بنشوفها وبنشوف المرأة اللعوب والمرأة اللي بتخون جوزها. عندك كام نسبتهم كام في مصر؟ بتبينيهم على الشاشه. ما فيش وقت اصلا تبقى لعوبه، يعني مفحوته في الحياه اصلا. ما دي فكره. وبعدين انا الخيانه رجل وامراه. انا معاكي طبعا ده اكيد. بس نسبتهم كام في مصر؟ النسبه كام؟ النسبه مش كبيره. بتتكلمي على الراقصات واللي نسبتهم كام في مصر؟ بتتكلمي على عورات مجتمعية، مشاكل اجتماعية خاصة بالأسر، مش عارفة يعني حاجات حتى مش عايزة أذكرها. نسبتها كام؟ دي مجالها الحوادث، أقراها في صفحة الحوادث، إنما تجيبها ليش على التلفزيون إن ده واقع وأنا بناقشه. وده بيبقى مثلا يعني عايز اقول ايه اساس المسلسل، انه عقده من البنت تجاه ابوها فخلتها مش عارفه ايه. ده ايه في ايه في ايه؟ احنا مش طول عمرنا متربيين الاب ده هو السند والاخ هو السند. كون ان في حاجات مختلفه دي اولا موجوده في كل المجتمعات، انما تنسيش ان احنا 90 مليون. 90 مليون كم منهم يعني عايز اقول ايه سلوكه غير سوي. كام؟
في أسرته كام؟ لا ما اعرفش، ممكن كتير وممكن انا قليل. هقول لحضرتك حاجه، انا هتصور احنا 90 مليون مليون نعمل دراسات بقى لو احنا على عايزين حسب بقى، على حسب أنا حضرتك المجتمع حاجة. لا على حسب الشريحه المجتمعيه. لا وعلى حسب الظروف المجتمع، يعني المجتمع لو هو مثلا بيعيش فقر وجهل وكذا هتلاقي نسب الفساد زادت. لا لو هو لحضرتك حاجة، احنا طول عمرنا ما نقدرش نقول انه الاسر المصريه اسر غنيه. الغنى مش من، لا كان الاسر المكافحه البسيطه اللي ومع ذلك الشرف جزء من حياتهم. بس حضرتك ما تنكريش برضو ان نسب الفساد مؤخرا زادت بشكل نسبة قد والناس إيه؟ بتبرر لنفسها هذا الفساد، تقول لك انا دخلي قليل انا مش عارف ايه، فيتقبل الرشوه ويتقبل يعني القيم بقى فيها فعلا حاجه انا ما بقولش مختلفة. لا يعني انا ما بقولش لا فيها، بس قبل ما تعممي انا بتكلم على حاجه تانية، انا بتكلم على اظهار عورات المجتمع، مش بتكلم حتى على الرشوه والكلام من ده. بتكلم على اظهار عورات مجتمع كامل لو كانت هي السائده. وده خطا رهيب، زي ما بقول لك لما تطلعي المدرس عماله تتريق عليه ليل ونهار. طب وبعد كده، طب انا بشوف المسلسله ابني بيشوفها بنتي بتشوفها، وبعدين تاني يوم تبقى المدرس قدامها عايزاها تحترمه ازاي؟ دي مشكله، لان هتلاقي الفنانين هيرد عليك يقول لك الفن سيلكشن او لا 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 انتقاء. لا لا ما ينفعش، انت في مرحله النادره او انت في مرحله بناء مجتمع. والمفروض ان الفن بيعكس المجتمع، ما بيعكسش النماذج السيئه بس من المجتمع. خصوصا لما تكون نماذج المفروض انها، يعني انا زي ما بقول لحضرتك المفروض حطي نسبه. والله لو قلتي لي ان نسبه المنحرفين يصلوا الى مثلا 55 مليون او 60 مليون اقول لك دول اغلبيه حطيهم على الشاشات. هل هي هل انت درستي النسب؟ لا ما درستيهاش. طب ليه بتحطيها على الشاشه كما لو كانت هي دي زي ما بتصوري المراه المصريه انها يعني اللعوب؟ هي دي المرأة المصرية؟ انت عارفة ان احنا في فترة من الفترات وصلنا انه في دول عربية تبقى في واحدة مثلا مصرية رايحة يقولوا ارقصي، ليه مش كلكم بترقصوا؟ في فترة فعلا. أيوة. كان كده. سينما التسعينات تحديدا. تعيب عليهم ولا تعيب علينا؟ تعيب على مين؟ على السينما بتاعتنا. السينما اللي بتبين لنا كده كلنا. على السينما بتاعتنا. ما انا ما اتصورش ان احنا كلنا يعني بنعرف نرقص، ولا كلنا بنرقص وبنرقص. ما بعرفش للأسف مين يعني بيرقص. يعني عايز افهم نماذج قد ايه؟ قد ايه في مجتمعك؟ فعلى الاقل يبقى في نسبه وتناسب. صحيح. هو ده يبين النماذج المحترمه. زي ما بننمي. انا بعتقد المجلس القومي للمراه ومنظمات المراه كتير منها عملوا دعوات للاعلام والدراما ان هم يتبنوا فعلا نقل صوره المراه المفروض. بالشكل الحقيقي وبالشكل القيادي اللي هي فعلا بتمثله في المجتمع المصري. يعني شكل قيادي وشكل محترم وشكل على الإعلام مستوى. الاعلام دوره خطير جدا. أكيد. فعلا. أكيد. يا استاذ عز احنا عندنا سلاح لازم نعرف نستخدمه بشكل حكيم. أيوة. جدا. أيوة. جدا. انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا النهارده استاذه عزه الحسيني رئيسه تحرير مجله البيت، ونهارك سعيد. نهارك سعيد. فقراتنا لسه متواصله معاك وراجعين بس بعد الفاصل.